المهندس كيرلو الصبري الرئيس التنفيذي لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، عضو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ إيهاب، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. إيه اللي حصل يا فندم في المحفظة الإلكترونية لفودافون كاش؟ هو أنا هشرح لحضرتك وللسادة المشاهدين اللي حصل بالظبط طبقا للوقائع التي حدثت من خلال اتصال المثمر بقيادات شركات الاتصالات بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات طبعا. أي. في البداية أحب أوضح أن هناك نحو 40 مليون مستخدم بيعتمدوا على المحافظ الإلكترونية وبيتم استخدامها يوميا. تمام. للتوضيح، العطل الذي حدث صباح أمس كان بجميع المحافظ الإلكترونية المرتبطة بخدمات شركات الاتصالات وليست في محفظة شركة فودافون كاش فقط. تمام. ما ليه تلاحظ قوي في المحفظة دي بالذات؟ هوضح لحضرتك. اللي تسبب في حالة الارتباك والقلق بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور أخطاء في حسابات أموال البعض وسرقتها في محافظ فودافون كاش تحديدا، ده بحكم أن عدد مستخدمين محافظ فودافون كاش أكبر بالنسبة لباقي الشركات الأخرى. بنسبة كبيرة يعني للدرجة دي؟ بالنسبة كبيرة. لأن الماركت شير بتاع فودافون أكبر بكتير للشركات الأخرى يعني. تمام. للتوضيح كمان، المحافظ الإلكترونية نوعين، نوع من بيتعامل مع البنوك مباشرة والنوع الآخر مع شركات الاتصالات. والمعاملات في هذا النوع بتتم من خلال شركات وسيطة. هي اللي هي انك تحول من محفظة لمحفظة بشركة تانية يعني. بالظبط، اللي هي حضرتك اللي هي بتتم من خلال الشركة وسيطة. تمام. عشان تعمل المقاصة الإلكترونية بين العميل ومقدمي الخدمة يعني. ايوه. اللي هي شركات الاتصالات. حصل ايه بقى؟ حصل ان الشركة الوسيطة المسؤولة عن هذه العمليات والتحويلات بين المحافظ انها قامت صباح امس بعمل تحديثات تقنية لأنظمة تشغيلها، واثناء تطبيق التحديثات ديت حدث خلل تقني بعد 15 دقيقة من البدء. ده أثر على الخدمة بكل محافظ شركات الاتصالات، وحدث خلل مؤقت في جميع أرصدة العملاء وظهورها بشكل وهمي وأرصدة غير حقيقية. طب اسمح لي يا باشمهندس، هل اعتذرت أي من الشركات الوسيطة أو شركة الاتصالات الأم صاحبة المحفظة للمواطنين، أو أرسلت رسائل بالاعتذار أو نبهتهم أن اللي حصل هيحصل عطل فني أو حصل بالفعل عطل فني جاري العمل عليه، فما تقلقوش من شكل الرصيد بتاعك، هل حدث أي شيء من هذا النوع؟ بالفعل حدث. أن شركة فودافون طبعا اللي المعنية بالموضوع أكثر يعني على السوشيال ميديا طلعت ببوست أو بيان رسمي على صفحتها الرسمية بمنصة إكس تويتر اللي هي سابقا يعني، قالت إن ده عطل تقني وحصل وجاري العمل على. إمتى يا فندم؟ ده امبارح. أيوة امبارح. إمتى يعني فور حدوث العطل أو قبله أو بعديه بساعة أو 10 ساعات؟ الحقيقة بعد حل المشكلة، لأن طبعا في حالة حدوث المشكلة بيبقى فيه إشاعات وبيبقى حاجات كتيرة جدا، والقيادات بتبقى مشغولة بحل المشكلة دي. يا باشمهندس يعني اسمح لي، لا يمكن الموافقة على هذا الكلام. يعني الجزء الخاص، الشركة فيها قسم للميديا بيعمل إعلانات بملايين الدولارات كل سنة عشان يهفوا من المتعاملين، فلما يجي الرسالة الخيبانة اللي هم مش هيدفعوا فيها فلوس لكل واحد عنده محفظة هيبقوا مشغولين ويبعتوا بيان على صفحتهم، يعني اللي ما دخلش على صفحتهم يتفلق يعني؟ ده كلام؟ والشركة الوسيطة لم تعتذر؟ وهل أخبار الشكاوى إيه بقى؟ جهاز القومي للاتصالات تلقى شكاوى، رد عليها وزارة الاتصالات، عملت حاجة؟ هو الحقيقة هو عند حضرتك حق، كان المفروض برضو كانت الشركة كانت يعني تقول حتى مسبقا إن في إجراء تحديثات على السيستم في وقت معين، ده طبعا ما حصلش يعني. أصل إحنا لسه ماشيين على القديمة يا باشمهندس، لما رئيس الوزراء بيعتذر لطبيبة علشان محافظ سوهاج تحدث عنها في شيء ربما يكون من حقه لكن بأسلوب متجاوز، بينما الشركات رميانة ولا بتعبرنا أساسا وإحنا بنقعد ندفع وبس. على العموم أنا بشكر سعادتك، وحضرتك طبعا بتطمننا أن كل شيء عاد إلى طبيعته والأرصدة مظبوطة وتمام. أنا بس برضو حابب أقول لحضرتك أن كل حاجة تمام وما فيش أي اختراقات ولا أي محاولات اغتيال أو مضي،
والمشكله تقنيه 100% وتم حلها من الجهات المسؤوله يعني والخدمه. كانت زي ما حضرتك تفضلت بيان وهمي ظهر بسبب المشكله التقنيه. بشكر سعادتك جدا مهندس كيرلس صبري الرئيس التنفيذي لاحدى شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وعضو هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات. الحقيقه شيء مخزي. ما هي دي بقى الثنائيه اللي بيتعرض ليها اي مجتمع بيحاول يتطور لقدام. بعد ثوره يناير في واحد طلع زي البورس على العماره اللي كان فيها سفاره اسرائيل، فالمحافظ بتاعه كرمه واداله ومعرفش نزل العلم ولا عمل ايه، اداله شقه. بعدها واحد تاني حاول يعمل كده فاتحبس، لان انت ما انتش عارف تمشي ثوري ولا تمشي قانوني، تمشي على قديمه ولا تمشي على افكار جديده فيتم تكييف ده على انه يعني غضب شعبي ضد مش عارف ايه. لازم نبقى عارفين احنا ماشيين فين، واحنا عندنا اهو عندنا نهج واضح لرئيس الدوله، وعندنا رئيس الدوله لا يتورع ابدا انه يقول لحد حقك عليا حقك عليا، وعملها كتير وقدام عينينا وبس راس ناس كتير واعتذر لناس كتير. ورئيس الوزراء امبارح بيدي مثل انه بيعتذر للطبيبه والمحافظ استقبلها ووزير الصحه هيستقبلها يوم الاثنين. يبقى اذا في نهج جديد لاحترام المواطن. لا يجب ابدا ان شركه اتصالات ولا تعوض الناس دي عن الاضطراب والقلق والاخطار الصحيه. انا ممكن لما يبقى حاطط 10,000 جنيه في المحفظه، ولا عندي محل وحاطط 100,000، ولا حاطط اكتر الاقيهم بقوا 5,000، ممكن يجرى لي حاجه. وان شاء الله بعد ما اتحلت المشكله ننزل بيان على صفحتنا، اللي عايز يبص يبقى يبص يعني. والرسائل ببلاش، وعشان تعمل المحفظه لازم يكون عندك خط في نفس الشركه اللي هتعمل فيها المحفظه. فكون انه يجي لحضرتك رساله على هذا الخط اللي مش بيتبع شركه اخرى مش هتكلف الشركه حاجه، ده شيء عجيب جدا انه ما يحصلش يعني. حاجه غريبه جدا الحقيقه اداء هذه الشركات اللي بياخدوا فلوس اعلى بكتير جدا مما يقدموا من خدمات للمصريين بشهاده خبراء الاتصالات.